إنه عشاء انتخابي في سوريا. أعضاء لائحة الثامن من آذار في دائرة البقاع الغربي راشية حلوا ضيوفا على ممثلين لمجلس الشعب السوري وبعض اللبنانيين المقيمين في سوريا بضغط من المخابرات السورية. 2250 هو عدد ناخبي البقاع الغربي وراشية المقيمين في سوريا، وقد تولت المخابرات السورية تنظيمهم وتحديد أماكن إقامتهم، وأبلغت ماكينة الثامن من آذار بالتفاصيل. اللائحة التي يتنافس على رئاستها عبد الرحيم مراد وإليل فرزلي افتتحت مكتبا لها في دمشق في منطقة الزاهرية تحديدا، تشرف عليه المخابرات السورية مباشرة، وهو أمر أقر به مراد نفسه. كان لنا مثلا أن نتوجه لدمشق لنلتقي بالأخوة ونفتح مكاتب هنا في دمشق لمتابعة أوضاع أخوتنا في سوريا. عضو المجلس الثوري لفتح الانتفاضة السابق والمرشح محمد القرعاوي أشاد بالعلاقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهكذا فعل كل من المرشحين إليل فرزلي وناصر نصر الله وفيصل الداود. ننتقل اليوم على أرض الرئيس الدكتور بشار الأسد. تبقى العلوكة في سوريا وحدها، تبقى العلوكة في أسدها هدفا. جئنا لكي نقدم الشكر لدمشق لسيادة الرئيس بشار الأسد. أتوجه من خلالكم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى سيادة الرئيس القائم الدكتور بشار الأسد وسعد العظيم. التيار الوطني الحر لم يغب عن العشاء، فقد مثله المرشح هوري جديد الذي وجه تحية باسم النائب ميشيل عون إلى الحاضرين. فلم يقتل لنا بعد أن مصيرنا واحد، وأن العلاقة المميزة مع الشقيقة السورية هي ضمانة للوحدة العربية وللمشهد العربي. إشارة إلى أن اللقاء جرى بعيدا عن الإعلام، لكن أخبار المستقبل حصلت على أكثر من شريط مصور من الحضور. سوريا نسيتوا أن احتلت وزارة الدفاع من بعد ما أعلننا وقف إطلاق النار وفات على ناصر الجمهوري. في عندك نظام سوري قائم على النار وعلى الدم، هناك عشرات الألاف من القتلى راحوا بسوريا حتى تثبت النظام سوريا، هناك عشرات الاف قتلى من لبنان حتى حطت سوريا ايدها على لبنان. اكيد النظام هو نموذج عن الانظمة الستالينية. في مشكلة نظام بينه وبين سوريا، وقت بنوجد نظام بحط الناس بالحبس، نظام بيقتل، نظام بيشرد، نظام بيسرق، نظام فاسد، كله هيدا ما ممكن نحن نقبل فيه. ساعتها بصير اجمل شيء عنده النظام، اقل ما هو اسوأ شيء عندنا.